هناك شيخ أيضا صور أخرى يعني في الإسلام تتحدث عن التكافل الاجتماعي من غير قضية الصدقات وكذا. نعم، كل جوانب تعاون مع الأطراف الأخرى. نعم. وهذا التعاون طبيعي شامل للتعاون الفردي مع بقية الأفراد، وتعاون الدولة مع الأفراد، وتعاون الأفراد أيضا مع الدولة. نعم. عندما وقعت الأزمة، أزمة التي تسمى النمور الآسيوية قبل سنين، نعم، بالنسبة لماليزيا لم ترد أن تقترض من صندوق النقد الدولي، وأرادت أن تكون أن يكون التعاون من أفراد المجتمع، فتسابق أفراد المجتمع من أجل إعانة دولتهم، وهذا أمر جلي. ومعنا نحن في التاريخ العماني له شواهده الكثيرة. من ذلك؟ لإمام محمد بن عبد الله الخليلي رحمه الله تعالى ورث ثروة بالغة، فوظف هذه الثروة في الدولة وأنفق أمواله في وجوه الخير وأعان بها المجتمع، وكان من قضاء الله تعالى أن اشترت عمته جزءا من هذه الأموال، ثم قدر الله تعالى أن ماتت العمة فورثها مرة أخرى وأعاد الصدقة مرة أخرى بتلك الأموال من جديد. ما نقص مال من صدقة. نعم، ما نقص مال من صدقة. وأعظم من ذلك التمام بإذن الله تعالى عند يدي بين يدي العليم الخبير. يعني كيف وظفها شيخنا الإمام؟ هل يعني وقفها مثلا؟ لا، كانت في مساعدة الدولة ومساعدة المحتاجين الذين يفدون، فللدولة نفقات، وكانت الظروف المادية آنذاك صعبة وبالأصح بالغة الصعوبة، لكن يوجد جماعة من الأغنياء وظفوا أموالهم، منهم الإمام، وكان للشيخ أبي زيد الريامي رحمه الله تعالى دور فاعل أيضا، فكان عمليا سعى عمليا إلى نفع الدولة، فقد كان واليا فغرس الأشجار وتولى العناية بأموال الزكوات وأموال المساجد وغيرها، وسعى لإصلاح الطرق، وأقام جملة كبيرة من المنافع. وهذا ليس غريبا، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيش العسرة أعلن للجميع، كل يشارك بما يستطيع، فتسابق المؤمنون في تقديم ما يستطيعون، قدموا أموالا طائلة، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، كل قدم ما يستطيعه من أموال، والفقراء الضعفاء شاركوا أيضا فقدموا، حتى أن منهم من يقدم تمرا بسيطا كان يحرم أولاده منه ليقدمه للمؤمنين وإن كان لا يملك غيره.